بونيس زيات هيا السلام عليكم. خلصي الحمد لله وان احنا دابا فتحنا السوق كصبراته كامله بعد ما عملنا واحد التزام ديال 3 شهور وحنا ملتزمين بالتدابير الصحيه ودابا جميع التجار واعيين بهذه التدابير هذه وكنشكروا السلطات المحليه من ضمنهم الوالي رئيس الغرفه رئيس المقاطعه رئيس هاد الناس كاملين تعاونوا معنا والتجار كاملين تا هما استجبوا وتا الزبناء ولله الحمد كيستجبوا معنا دابا حنا فاتحين عملنا قواعد تدابير كيلتزم بها تدابير صحيه كيلتزموا بها والتدابير كان على عدم الاكتظاظ في السوق ولكن هنا كندخلوا في حاله اخرى هو ان الاكتظاظ ما كاينش في السوق لان كاين ازمه التاجر دابا اصبح اليوم هو فتح المحل ولكن هو التاجر خصو الدوار خصنا مساعدات كاين ازمه اقتصاديه كاين ازمه وهذه الحاله الحاجه الوحيده اللي ما تطرق لها حتى شي جهه رسميه ماشي غير حنا كتجار كصبرطه انما التجار المغرب كاملين كيعانيوا يعني خصنا نشوفوا هذه القضيه هذه لابد لان عندنا ندخلوا في واحد المعاناه كبيره بعد هذا الشيء هذا باش ما نغطيوش بهذا الشيء هذا نحن ملتزمون بالتدابير الصحيه نحن ملتزمون لا التجار ولا الزبناء ولكن عندنا هذا المشكل هذا والسوق انتم كتشوفوا في هذه الحاله هذه راه السوق خاوي ما كاين لا اكتظاظ واخا عملنا التدابير من اجل الاكتظاظ ما كاينش اكتظاظ لان كاين ازمه والتاجر يعاني من ازمات فلا بد خصنا الجهات المعنيه تشوف هذا الشيء وتشوف الحل لهذا الشيء هذا الزبناء الكرام التزموا بوضع الكمامات التزموا بمسافة التباعد التزام مسؤولياتنا جميعا الإخوان التجار التزموا ببند المحلات ديالكم خليوا الزبناء فين يوقفوا ما تخرجوش السلع ديالكم بيبان التزموا بوضع الكمامات التزموا بتعقيم الايادي التزام بمسافه التباعد الان دابا التجار استبشروا خيرا بهذا الفتح ديال السوق ولباوا النداء ديال السلطات السيد الوالي والسيد رئيس الغرفه والجماعه والاعوان والسلطات باش يلتزموا ببند المحلات ديالهم ويحيدوا السلع ديالهم من الملك العمومي والتزموا باش يوضعوا المعقمات بحال الكمامات بحال مسافه التباعد التزموا بالحملات بحال اللي كتشوف الاخوان ديال الرابطه حنا ثلاثه ديال الرابطات في هذه المنطقه الصي اللي صنفوها منطقه الصي ديال سوق كاسابراطه اللي كنشتغلوا جميع في هذه المنطقه هذه وكنحسوا التجار والزبناء باش يلتزموا بالبيبان المحلات ديالهم ويحيدوا السلع ديالهم من الطريق العموميه وكنحسوا ايضا الزبناء الكرام اللي كيتوافدوا علينا على السوق باش يعملوا الكمامات ديالهم باش يتباعدوا فيما بينهم يقربوا شي عند بعضيتهم يعملوا الكمامات ويعقموا ايديهم الدور ديالنا كندورو الطونوبيرات مواطر الحمد لله كلشي مجهز كلشي خارج على برا انا قايمين بالواجب ديالنا الحمد لله الرابطه وسكوريتيز الناس كاين بعض الناس كيتفاهموا كاين بعض الناس ما كيتفاهموش ملي كتقول له عمل الكمامه ديالك وواحد المسافه بيناتكم كاين بعض منهم كيفهمك وبعض بعض الناس ما كيتفاهموش فهمت بالنسبه للتنظيم اللي عاملين حاليا عاملين مسافه الامان عاملين التعقيم عاملين بسم الدخول تو خصو يعقم نفسه وبالنسبه الحالية بان السوق راه كتعرف ان شاء الله البدايه ديالو كنتمنى الله سبحانه وتعالى هاد الناس هادو يلتزموا بهاد الاجراءات هادي باش السوق يمشي لقدام راه دوزنا واحد الفتره صعيبه بزاف بانه 3 شهور ونص حنا 3 شهور وحنا مقفولين هنايا وكاين موديلات اللي ماتوا وكاين بالنسبه للزبناء اللي ما بقاش كيتوقع لنا وعلي الكريديات وعلينا واحد مجموعه ديال الالتزامات كنتمنى الله سبحانه وتعالى السلطه تنظر لينا باش نخفوا الاجراءات هذا ونمشيو لقدام ان شاء الله الرحمن الرحيم بعد اكثر من 3 أشهر والسوق مغلوق الحمد لله حنا في الساعه هذه تحل السوق وجميع التجار والصناع ملتزمين بالوقايه والتعقيم والتباعد الاجتماعي
كما ان المحلات نقصنا من العمال، يعني اللي عنده جوج عمل غير واحد، واللي عنده ثلاثه عمل غير جوج، وكنطلبوا من الله ان الامور تمشي عاديه. بالنسبه لنا حنا رحنا يد في يد واحده، رابطات وتجار ومسؤولين، باش واعيين اكثر بخطوره هذا الفيروس، ومتجندين وواعيين، وكنديروا كل الاحتياطات اللازمه. وكنشكروا كذلك السلطات لانها عارفه الحجم الاقتصادي الكبير اللي كيلعبوها السوق ديال كسبارطة، لانه كيشكل واحد الحركه اقتصاديه ربما اقول تجاوز 40% من الحركه الاقتصاديه نتاع مدينه طنجه. كنتمنوا الخير يعني في هذا السوق، اذا كانت تحلوا هكا وتنظمت الامور بهذا الشكل اللي راه ماشيه فيه، كنظن غادي نتغلبوا على هذه الصعوبات وهذه المشاكل اللي كاينه كامله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.